صحة شربتكم مكشخين وإن شاء الله تكونوا بخير. أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس 23 مارس 2023 عن خضوع متوسط ميدانه غيلان الشعلالي لتدخل جراحي على مستوى غضروف الركبة اليسرى. وقال الدكتور المنصف بن عبيد رئيس اللجنة الطبية وفي مقطع فيديو نشره الترجي عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك إن التدخل الجراحي كان ناجحا وبأن الشعلالي سيخضع لفترة راحة وعلاج مدتها 6 أسابيع ويستأنف إثر التمارين مع بقية المجموعة. هذا ومن جانب آخر يواجه المنتخب التونسي نظيره الليبي يوم الجمعة انطلاقا من الساعة 9:30 ليلا غدا بملعب حماد العقربي برادس ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكوتيفوار 2023 في سهرة رمضانية. تشكيلة النصور ستشهد عديد التغييرات مقارنة بآخر مباريات التي خاضها في الكأس القطرية في الكأس العالمية 2022 وبقيادة المدرب جلال القادري والذي واصل القيادة الفنية للمنتخب. أما تشكيلة النصور ستكون على النحو التالي: أيمن دحمان، منتصر الطالبي، نادر الغن أو ياسين مرياح، علي معلول، وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، إلياس الصخيري، حنبال المجبري، لمساكني، إلياس العشوري أو فراس بالعربي وعمر العيوني.